أحبائي، يسعد لي مساكم إن شاء الله. هذا الفيديو حول الأرقام تلبية لطلباتكم. مثل ما تعرفوا، علم العدد هو علم قديم جدا، وقد كان حكرا على مجموعة من الناس الموهوبين بالعالم القديم. لكن فيثاغورث الذي عاش حوالي 20 سنة بمصر القديمة، أخذ من كهنة مصر الكبار هذا العلم وقام بكتابته وتوثيقه، لأنه قبل ذلك كان علما ينتقل عبر الرواية، يعني شخص يروي لشخص أو يوري لشخص، لكن فيما بعد فيثاغورث كتبه ووثقه. طبعا أنا هنا الآن لا أريد أن أعطيكم درس عن علم العدد، لكن حب نقول لكم أنني الآن الساعة عندي تقريبا 10 مساء وأنا أسجل هذا الفيديو، وقد انطلقت في البحث في حوالي الساعة 5 مساء، وقادني البحث إلى مجموعة كبيرة من الاكتشافات، يعني صدف رهيبة، وأرقام كانت تطلع، أرقام متزامنة مع الولادة وأرقام أخرى متزامنة مع الموت. وقد جربت ذلك على أشخاص متوفين بتواريخ ميلادهم وتواريخ وفاتهم، وممكن أعمل لكم فيديو حول هذا المجال وأنتم تطبقوا نفس الشيء على الأشخاص اللي تعرفوهم أو الأشخاص اللي عندكم تواريخهم، طبعا على أنفسكم كذلك. في الحقيقة لن مثل ما قلت لن أعطيكم درس في علم العدد، لكن أريد أن أفتح شهيتكم العلمية للإطلاع على هذا العلم القديم الذي تم نفيه أو تم لا أدري إخفاؤه بصورة ما. وكإشارة كذلك، أريدكم أن تبحثوا عن ما يسمى The Golden Number أو الرقم الذهبي أو PHE، اللي هو سر من أسرار الكون. الرقم هذا موجود في أجسامنا، موجود في الحيوانات، وموجود في النباتات، يتكرر بصورة يعني بصورة دائمة. فأرجوكم ابحثوا عنه وشوفوا ما هو انطباعكم على هذه البحوث الجولدن نمبر. طيب، قلت هذا العلم استعمله فيثاغورث، واستعمله كذلك نوتراداموس في كتابة تنبؤاته التي شرحها مؤخرا شخص فرنسي أو باحث فرنسي اسمه باتريك بوفيه. وهذه الأبحاث كذلك كتبها لنا الباحث العربي الشهير الخوارزمي. لكن مثل ما تعرفوا، الحروب، حروب الجهل، حروب الظلام، هولاكو مثلا أهلك لنا كل كتب الخوارزمي أو معظمها. الآن كل رقم له رمزية، كل رقم له رمزية في علم العدد، أوكي؟ فمثلا شهر الميلاد له رمزية أو أهمية في تحديد الطبع السائد لدى الشخص في طفولته ومراهقته، أوكي؟ رح نعطيكم بسرعة الأشهر. جانفي مثلا، شهر جانفي يعني الاستقلالية والمهارة، فيفريي يعني التعلق والعاطفة، مارس يعني التعبير والحس الفني أو الذوق الفني والاجتماعية، أفريل يعني المحدودية بمعنى التحدد في الفكر، يعني كذلك العمل الكادح، ويعني التقييد، لا ريستريكسيون. ماي يعني التغيير، الاختلاف، لغيغولاريتي، والجنس. جوان يعني الطيش، لانديسكريسيون، الواجب والزواج. جولاي يعني الفكر والدراسة والوحدة. اوت يعني الجهد والعمل والتوازن الهش، يعني ليكيليبر فراجيل. وسبتمبر يعني العاطفية المفرطة والحساسية، التكيف الصعب والنجاح. أكتوبر يعني الاضطراب والتغير والحركة. نوفمبر يعني المحارب، يعني الكومباتان، العصبية والحركة كذلك. ديسمبر يعني الإبداع والوضوح والتعبير. هذا حتى ألخص لكم، هذه هي الصفات السائدة عند المراهق والطفل المولود بهذه الأشهر. طيب، الآن أمر إلى الدلالات الرمزية للأرقام. أولا رقم واحد يعني الإصرار والاستقلالية. حبيت أشير لهنا قبل بداية الأرقام أنني لم أبحث
لكم عن الرمزية في الديانات، لأنه القرآن له رمزية مثلا بالنسبة لنا كمسلمين، والمسيحية لها رمزية بالنسبة للمسيحيين، والكابالة اليهودية لها رمزية بالنسبة لليهود. فإذا وإذا دخلت في شرح الرمزية، رمزية الأرقام في الأديان، مش رح نخلص، يعني ممكن نعمل 50 فيديو ما نكملش، لأنه هم عندهم تفسيرات للأرقام من 1 حتى 999. ف يعني it's impossible for me. طيب نرجع للرقم 1. الرقم 1 قلت يعني الإصرار والاستقلالية. لما تعود تشوف الواحد أو المئة أو المئة أو المئة واحد أو 1100 أو 1101 إلى آخره، فذلك معناه أنك يجب أن تتابع أهدافك الروحية مش الأهداف المادية، وأنك لست بحاجة إلى مرافق أو شريك، أوكي؟ ويجب أن تكتشف أفكارك الجديدة في أماكن جديدة فيزيائيا ومكانيا. يعني ينبغي عليك أن تبحث عن أماكن جديدة وأفكار جديدة، يعني أنك أصبحت محدود في فكرك بين قوسين. قد يعني أنك قد كذلك مكتفي ذاتيا، بمعنى مكتفي بحب نفسك، مكتفي ذاتيا، ويمكنك مواجهة صعوبات عجزت عن مواجهتها في الماضي. يعني الشيء اللي ما كنتش تقدر تعمله في الماضي أصبح بإمكانك الآن أن تعمله. الواحد هو ضد الصفر في الرمزية الرقمية في علم الأرقام، يعني الواحد هو ضد العدم أو اللا شيء، ويعني الوجود أو الحاجة إلى العزلة والوحدة. وهذه الأخيرة اللي هي الوحدة تجذب لنا ماذا؟ أسئلة وجودية مهمة، مثل لماذا أنا موجود على هذه الأرض؟ ما هي الحكمة من وجودي؟ ما هي مهمتي في حياتي؟ وهذا سيقودك إلى تجارب روحية مهمة في مشوار حياتك. الواحد في الساعة أهم التزامنات، لأنني مش رح أحكي للواحد في جميع المجالات، رح أحكي لكم على الواحد في الساعة. لما تشوفوا الساعة واحدة، الساعة الواحدة مثلا تفيقوا في الليل على الوحدة ووحدة، والساعة الواحدة صباحا ودقيقة، أو الساعة الواحدة وعشر دقائق، أو الساعة الواحدة وحداش دقيقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك الوحدة في الحب، بمعنى أنك أصبحت أن حياتك العاطفية أصبح فيها حركة. إذا كنت مثلا أعزبا وحيدا، فمعنى ذلك أنك قد تعرفت على شخص بحياتك ستحبه، يعني هذا الشخص موجود الآن عندك في حياتك ولكنك لم تحبه بعد، أو أنك ابتديت تحبه، أو أنك مرتبط. إذا كنت مرتبط، يعني إذا كنت مرتبط أولا، معنى ذلك أنك تعرفت على شخص في محيطك أنك تحبه أو ستحبه في القريب العاجل، أو أنك سترتبط به، يعني ترجع لعلاقتكم رسمية. وإذا كنت مرتبط أو متزوج، فهذا يعني أن علاقتك ستمر بأمر كبير، أمر جلل، كتناغم أكبر أو ولادة طفل جديد بالأسرة. أوكي؟ سو هذه هي الدلالة الرقمية للرقم واحد. فإذا شفتوا 100 أو 111 أو 11 11 إلى آخره، فمعنى ذلك أنكم أصبحتم تميلون إلى العزلة وأصبحتم أكثر روحانية، لأنه كان بالزاف اللي طرحوا لي هذا السؤال، ما معنى هذا اللا. العدد 2، العدد 2 أو 222 أو 2222، هذا الرقم له علاقة بالعمل والعلاقات والمجموعة، توسكي جروب، الزمالة، علاقات الحب والدبلوماسية والتوافق. فإذا رأيت كثيرا في حياتك هذه الأيام 2 أو 222 أو ما شابه، فهذا يحثك على الحذر في علاقاتك المهنية. إذا كانت مختلة، يعني تشوف إذا كانت علاقاتك المهنية مختلة، أو الانتباه إلى شريكك، يعني في الاتجاهين، الانتباه إلى شريكك من حيث الأهمية، يعني أن تهتم به أكثر إذا كنت أهملته عاطفيا، أو العكس، أو يكون هو قد أهملك عاطفيا. طبعا كل واحد يشوف الشيء المتعلق بعلاقته. 2 في الساعة، يعني لما تشوف الساعة 2 صباحا 22 دقيقة، والثانية زوال 22 دقيقة، الساعة 22، الساعة 2 و2 إلى آخره،
فمعنى ذلك اثنين واثنين واثنين معنى ذلك ربعة، يعني لا 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 فورس دو دو، وهي وتعني ذلك قدرتك الكبيرة هذه الأيام يعني اللي تشوف فيها اثنين على التركيز على أمورك المادية، يعني أمورك العملية المادية وعلاقاتك وأهدافك، وتعني أيضا أنك أصبحت واعي بمستقبلك، وأن تحليلك الحالي يعني الأناليز اللي عملتها، تحليل اللي عملته لحياتك تحليل صائب، وأنه عليك أن تتأكد الآن من أن كل شيء في حياتك قد وضعت له الأسس الثابتة. كي نقول أسس ثابتة يعني foundation، يعني أساس قاعدة، أوكي؟ وهذا على الصعيدين، على الصعيد العملي وعلى الصعيد العاطفي كذلك. طيب الرقم ثلاثة الآن، الرقم ثلاثة مهم جدا جدا جدا، يكفي أنه نعرف أن عدد مثلا الفقرات في العمود الفقري 33 يدل على شيء، فيدل على أن ثلاثة هو رقم روحي جدا جدا جدا. الرقم ثلاثة مهم ليس لأنه لا يظهر لك طريقا في الخارج أو يوضح لك بعق أو يوضح لعقلك اتجاها ينبغي أن تأخذه أنت، لا، بل هو عدد ذو قيمة روحية، لأنه يظهر لك أنت بداخلك بروحك تجليات روحية جديدة، أوكي؟ يعني الرقم ثلاثة لما تشوفوه انتبهوا جيدا لحياتكم الروحية، وانتبهوا جيدا لأموركم المعنوية، الأموركم الداخلية الروحية. ثلاثة في علم الأرقام يعني الخصوبة، لفيرتيليتي، الخصوبة في كل شيء، الخصوبة في الحياة، في المادة إلى آخره، في الروح إلى آخره، روحانيات إلى آخره، يعني كذلك التعبير الحر المبدع عن النفس. وقد يدعوك يعني تدعوك رؤية الثلاثة، رؤية هذا الرقم، إلى التسامح، أن تتسامح مع الآخرين، وتدعوك إلى التفاؤل أكثر والتفاؤل الاجتماعي الأكثر إيجابية والأكثر عطفا، يعني في علاقاتك الاجتماعية ينبغي أن يكون تفاؤلك أكثر إيجابية. يدعوك كذلك الثلاثة على تنمية قدراتك الإبداعية الخاصة بك أنت، بغض النظر عن أنت والمجموعة، الخاصة بك أنت وحدك، وعلى قبول الآخر. الساعة لما تشوفوا الساعة 33 دقيقة أو 33 أو 33 أو 43 إلى آخره، فهذا يشير إلى العائلة والأسرة، يعني أنك يا إما مهتم بهم أكثر من اللازم، إذا كنت أم مثلا يعني أنك أصبحت أم دجاجة لما مامبول اللي تقضي حياتها في حراسة أولادها، أو العكس، أو أنك أهملتيهم في هذه الأيام، فعليك إذن أن تحط رجليك على الأرض، لأن هذه ثلاثة، رؤية الثلاثة معناها أنك أصبحت خياليا جدا، أصبحت هايم في الخيالية في الوهم. إذا قلت الثلاثة معناها أن خيالك قد جنح بعيدا في السماء، وأنك دخلت في ماذا؟ دخلت في الوهم، دون الليزيون. طيب العدد رقم ربعة الآن، عدد رقم ربعة في العلم الأرقام يعني العلوم والدراسة والبحث إلى آخره، تعني شخص قد أصبح يدرس بعمق سلبياته ومحاسنه، يعني إيجابيات وسلبيات، تعني شخص أصبح يعرف نفسه جيدا ووضعها في مكانها المناسب مع المحيط، في المحيط بالطريقة الصحيحة والدقيقة، وأن ذبذبات طاقتك كشخص لما يعني تشوف الربعة، وأن ذبذبات طاقتك صارت مركزة على المعرفة والعلم وتبادل الطاقات مع الآخر والمعارف، ويمثل كذلك العمل والنظام والانضباط. ظهور الربعة في حياتك قد يعني أنه عليك العودة إلى الأساس، العودة إلى أصلك، العودة إلى جذورك، يعني le besoin de s'enraciner de s'ancrer dans la terre، الحاجة إلى التجذر في الأرض. قد يعني كذلك رؤية الربعة الحاجة إلى الصبر والمداومة في طلب أمرك الذي أنت تسعى إليه، سواء في العلم أو في العمل أو في أي شيء. الربعة قد يبدو للناس رقم غير محظوظ، كثير من الناس يقولوا الربعة غير محظوظ، لكنه في الحقيقة في علم الأرقام يعني أنك قد قربت أن تصل إلى تحقيق مشاريعك، قد قربت أن تصل إلى النجاح عندما تشوف الربعة. لما تشوف الساعة ربعة وربع دقائق أو ربعة وربعين دقيقة أو ربعة وربعتاشر دقيقة أو ما شابه،
فيعني ذلك لا دوبل بويسونس دو 4 الرابعه يعني تعني الثمانيه، وهذا يعني انك اصبحت شخصا حساسا لما تعيشه الان. يعني ممكن تكون مريت بموقف صعب قد اثار بكاءك او اثار عاطفتك وما شابه، فلذلك الرابعه يجي باش يقول لك بانك لست وحدك، بانك عليك ان تستعيد ذاتك الى اخره. يذكرك الرقم ربعة بأن الحياة لا تخلو من المصاعب، وأنه عليك استعادة ماذا؟ توازنك واستعادة روحك حتى تكمل المشوار. الثمانية يا جماعة رقم قوي جدا جدا جدا، إذا كنتوا تشوفوا الربعات فهذا الرقم قوي جدا، ويعني النجاح المادي والمالي، يعني أنكم راح تنجحوا ماديا وماليا إذا بقيتوا في نفس الذبذبة. لاحظوا إذا بقيتوا في نفس الطاقة الإيجابية ونفس الذبذبة. نجاح مالي أو مهني أو نجاح مادي بالإضافة إلى نجاح مشاريع كبرى في حياتك كانت في الماضي صعبة. الخمسة باختصار لأنه هو نفس المسار رقم خمسة، وأنا رح نعمل لكم المسار رقم خمسة إن شاء الله غدا أو بعد غد. خمسة يعني الفضول والمغامرة والحرية الشخصية. إذا شفتوا الساعة 5:05 أو 55 أو 5:55 فيعني ذلك أنك انطلقت، يعني انطلاقك نحو أهدافك أو نحو حريتك الشخصية. يعني إذا كنت أو إذا كنت عايش في مجموعة من القيود قبل ذلك، فلما يعني جيل الخمسة في حياتك فهذا مؤشر إلى أنك ستتخلص من كل قيودك. يعني كذلك عليك أن تحذر من التوقف أو الانحراف، لا تتوقف ولا تنحرف عن مسارك. هذه هي المصاعب اللي ممكن تواجهك، لأن هذا سيشعل عصبيتك وطبعك الناري ويبعدك عن ماذا؟ عن رقتك وهدوئك اللازمين لمسارك حتى تكمل الطريق. أنا آسفة، يعني لا أريد أن يكون الفيديو طويلاً، سأضع لكم فيديو آخر حول الأرقام، سأكمل 6 و7 و8 و9 وبعد ذلك كل الأرقام اللي تشوفوها تجمعوها. فمثلا إلا شفتوا 69 فتجمعوا 6 مع 9، إلا شفتوا 77 فتجمعوا 7 مع 7، وهكذا دواليك. نحب نخبركم كذلك بين قوسين أنه في علم الأرقام لما تشوفوا تفسيرهم، لما تشوفوا أرقام متشابهة مثلا 7 7 7، 4 4 4، 5 5 5، أرقام متشابهة، سلسلة دينيمغون سيغي، يعني سلسلة من الأرقام، فمعنى ذلك أنكم على ذبذباتكم الأصلية، يعني راكم على الطريق الصحيح، راكم في نفس المسار الطاقي الذي وضعكم الله الخالق عليه. يعني أن ذبذباتكم راهي في نفس المسار الطاقي الصحيح، فحاولوا أنكم تبقوا في نفس الذبذبات. وعلى هذا أتمنى لكم مساء سعيدا، نهاية مساء سعيد. إلى أن ألقاكم في فيديو آخر، أتمنى لكم كل الحب وكل الرضا على النفس. مع السلامة أحبائي.